بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حيثما تقبلت حيثما تنسيت حو أبودي بأله لكم وحوات قدرة سلام كبتو من رب العالمين بسلام تنحونا إن شاء الله وبسلام مطاكم دي بالله حلقة الله يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم يعني دي بموضوعناي أمرناي رب العالمين دي بنتهاج عنا، لأن الله سبحانه وتعالى بيننا خلقنا ورزقنا وكمان قمشك إن حمل يتركنا، وإلا أنك هو قلنا أمرنا الله سبحانه وتعالى كمسر خلقنا وكمسر رزقنا، ومن إلا ما وحا كمان قل لسألناتو ندخل قينا وندرس قينا عبث وهمل يأدم منين يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا حتى كهم إلا لخلقت بدليل آمرناها دليل سمعي وعقلي، وكمان لرزق الله سبحانه وتعالى رزقنا بدليل ناي سمع وبدليل ناي عقل بو كمان أدي دليل ناي يا سؤال حمل يتركنا لم يتركنا حملا، لكن رسل الأكاجنا وأنبياء الأكاجنا ولو أنبياء وحي مطأونا وقلهم أنبياء حنا نتبعهم وهتوم اللي بيلو ديبنا حجته وطاعتهم واجبته، وحنا مسلمين كلنا أمرام حنا ديب اللي بداية أصول الثلاثة ميتا ديبنا لتلخصة وحرمين لتفرع منن ومبدح منن من ربك وما دينك ومن نبيك إلا أنت. أدي لنا يعقر كلنا نأمر يعني بعقل نتمتع ويعني والحيوانات كمان تبلع وستة وتنبر كم سلينا، وقل كل حكمة من رب العالمين بدي بقول رب العالمين قال قدام سخريو، فإلا كل ما حثنا يعني بعدنا يعني عبث وما حد كده مشاكل يقوله يعني قمش يتخلقها، لأنه الله سبحانه وتعالى واجب وديبنا حقوق وقلنا إلا كفن راعيا وكفن بطر ديبا وكفن أستفيد منا وكفن ديب عباينا وعلا وكفن مجتمعنا موجهبا وكفن روحتنا موجهبا وكفن قل آخرتنا وقل الدنيانا نأستثمرا ونأستقلا ونأستفيد منا. عشان كده الله سبحانه وتعالى قمشي خلقنا وأدلت بأمطانهان الدليل من كتاب ومن سنة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي ليه بحكمته وبتزكيته بكتاب، والله سبحانه وتعالى بيلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني لهم أنبياء بلمت أونا للأوق ولهم أنبياء رضوان الله يعني صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام، يعني أمت كائن رب العالمين نبي الأكدية بحجتك قلت بأديبة وأقول لا أفهمة الله سبحانه وتعالى لا أمت حوا خلقيا وحوا رزقيا كمان قمشي أدمى من نبي الأكدية ورسول الأكدية قل كفت نبر وكفت عبد ربيها وكفت قبي منبروها قل فاسل قل وبآيات أمت عيقنا وبدليلنا يسمع لن سمع وبدليلنا عقل كمان رب العالمين أمت عيقنا، واللي هنا كله حجته قال رب العالمين قلنا عبده ومرداته دي بقى نشقي الله سبحانه وتعالى لبل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
لا يمكن أن نعبد الله بما لا يمكن أن نعبد الله إلا بما يرضاه، إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني الله سبحانه وتعالى قلنا عبدو حدينا من قبي كفوت عبدو، يعني بمرادنا وباجتهادنا كما لحدينا وكما لفتينا عند اختيارنا عند اتماثالنا ينعبدون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كما هتو ولوجهنا وكما انبياء عندما تعو عليهم الصلاة والسلام توم لبيلونا اندد بينا قلنا وتوم بينا وقلنا يعني فتنا يا رب العالمين ومرضاتنا يا رب العالمين وقربتنا يا رب العالمين وبشارتنا يا رب العالمين وخلقنا يا رب العالمين وإنذارنا يا رب العالمين وبشرتنا يا رب العالمين توم ما تأونا بالأنبياء هنا قلوبنا التبع لأن رب العالمين مبشرين لك يوم ومنذرين بشرونا بجنة وبخير وبعفو وبتوبة وبتقوة وبصلاح وبرزق وبكل شيء سسنيت أرأونا لهم الأنبياء وإنذارها وابنا كمان إنذارها يعني ما تنقاقوا دققوا حسابكم ودو يا احذر انذر يعني إنسان يعني لا عذر لمن انذر كمان الوقت يعني انت انذار بكبيلي كمان قبي او كمان دي مؤسسات دي بشركات دي بمدرسات دي بقرلة شقة نفر والله فلان انذارها بو انذار او مكتوبها بو او انذار شافه بأفتها قوي بيلو يا فلان يعني انت كيني تيدك كيني تفعل بيلو معناها اللي انذارته كما يا انت من لو حر الله سنعلي تتقمى من لو حر كالي تيدي تنقق دقق حسابك ودي مكرناك ارئيناك وجهناك قدر لمرت الله عفيناك سامحناك قبي ارئيناك دقق افالو قسي اللي يتنفعك الا قبي الا تبطو الا صلاة مستقيم بلاته ولا جهنم بلاته ولا عمل صالح اللي للبلونة انبياء بارك الله يعني على من استفاد من هذه الأشياء من الأشياء إن شاء الله نستفيد رضوان الله يعني صل عليهم الصلاة والسلام الأنبياء لما تعاونا بقى هنا لقنا التابع بنا وبقى بيتهم لبيلونا قلنا عبدو قل رب العالمين وقلنا خشيو وقلنا فتيو وقلنا فرو بنا الله سبحانه وتعالى لبل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا لدي بسورة الزمن الله سبحانه وتعالى لأكن أقلكم نبي ورسول كمسل دي فرعون رسول لأكن الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى لأك دي فرعون وفرعون كفى عصى وكفى الجبر وكفى الطغى وكفى أنا ربكم الأعلى بيلا قصتنا يا فرعون لا تتبع يعني مثل سيدنا موسى عباية وبد حتى وبوقتها إن شاء الله رب العالمين وكتبه أنا مقابلت عمر قدام قلت ها قد يبقدر ودي بيوتوبات للأتي كلا سامع من قدام لا يوتوبات للأتو قصة موسى كتبكم من قبل قصة فرعون سمعكم ويكم ممكن سامع ممكن قرأ واللي هنا الله سبحانه وتعالى حجتنا أنتو دي بنو دي أدي لأنه دي بالزمن اللي أنا يركبكو ويسمعكو ويرئيكو عند بيلا بجهل يعني لتعذر إنسان ألبوني حقوما مميز قبقى ومكلف قبقى وحقا أمر قبقى لا تنفعوا لضرر أمره التام أمور الدينه لا تنفعوا وقلوه وقل ولاده وقل عده وقل مجتمعه وقل أمته وقل دينه قل أمر واجب ديبوته وكم سلوا الله سبحانه وتعالى لنا يعني لحق لمن أن أستفيد من أن آيات الله وكفو دي بكان نوع الله وكفو كمان لطاعت واجب ديبنا ولطاعت كمان كفوت لازمنا بالله ما هيني الله سبحانه وتعالى دليل من أبقى نايسمع عمت عقلنا ودليلنا عقل عمت عقلنا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله سبحانه وتعالى لبل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إلا آيات الله دي بسورة آل عمران لتتركب آيات يعني امتثال
وطاعتنا يا رسول صلى الله عليه وسلم كم سلواجبنات ولزمنا الله سبحانه وتعالى الأمرنا له أطيعوا البلانا له أنتم يا مؤمنين يا مسلمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم يتعسوا أطيعوا الرسول والرسول أطيعكم من قبي رحمة اللي تقلكم وكمان الله سبحانه وتعالى بيلينا سارعوا شفقوا سعوا ردوا سعي سعي ينبل سارعوا إلى مغفرة من ربكم إن شاء الله صلى الله سبحانه وتعالى قريه وقلكم رب مغفرة لها بنا وتوبة لها بنا وعمل صالح لها بنا يا رب العالمين حسن خاتمة بل أختم قلنا وعمل صالح لها بنا وتوبة دي بالدنيا وحسن خاتمة وإن شاء الله دي بدينا لسبتنا مقلب القلوب يا ربي ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.